أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم سنتعرف على تجارب الكشف عن حاسة السمع. كنا في فيديو سابق تعرفنا على أقسام الأذن وعن آلية انتقال الأصوات فيها، واليوم سنتعرف على اختبارين هامين الحقيقة في الكشف عن وجود صمم جزئي أو توصيلي وصمم كلي في الأذنين باستخدام ما يسمى بالشوكة الرنانة تونينج فوركس. فهذه الاختبارات تتم خلال استخدام هذه الشوكة التي تؤمن ترددات صوتية تسمع من خلال الأذن. يتم فحص طبعا قدرة الفرد على سماع ترددات معينة باستخدام هذه الشوكة. سنتعرف على اختبارين اليوم، اختبار ريني تيست. في هذا الاختبار طبعا يتم معرفة سلامة الأذن الخارجية والأذن الوسطى من خلال طبعا المقارنة ما بين التوصيل الهوائي والتوصيل العظمي من خلال الشوكة الرنانة. فإذا كان التوصيل الهوائي أفضل من التوصيل أو أطول زمنا من التوصيل العظمي فإن اختبار ريني يكون إيجابيا. أما إذا كان التوصيل العظمي أطول من التوصيل الهوائي فإن اختبار ريني يكون سلبيا ويشير ويعطينا دلالة على أن الإنسان قد يكون لديه مشكلة في الأذن الخارجية أو في الأذن الوسطى المكونة كما رأينا في الفيديو السابق من غشاء الطبل ومن عظيمات السمع. فقد يكون هناك مثلا تمزق لغشاء الطبل أو يكون هناك تضخم أو تكلس لعظيمات السمع مما يسبب حصول ما يسمى بالصمم التوصيلي أو الجزئي. الاختبار الثاني هو اختبار ويبر. في هذا الاختبار أو هذا الاختبار يستخدم في التعرف على نوع الصمم الذي يعاني منه المريض، هل هو صمم توصيلي أم صمم كامل، وأيضا يمكننا في الحقيقة من معرفة أي من الأذنين يمتلك قوقعة أكثر فعالية من الأخرى. يتم في هذا الاختبار تثبيت قاعدة الشوكة الرنانة هذه على قمة الرأس لدى المريض أو المفحوص، ويسأل المريض عما إذا كان صوت الشوكة الرنانة مسموعا في كلا الأذنين معا وبنفس الشدة أم أنه مسموع في إحدى الأذنين بشكل أفضل من الأخرى. ففي حال سمع المفحوص الصوت بالأذنين معا وبشكل متساوي فإن سمعه يكون سليما. أما في حالة كون لديه مثلا صمم توصيلي، يعني عنده مشكلة في الأذن الوسطى، فإنه يسمع صوت الشوكة الرنانة في الأذن المصابة بشكل أفضل من الأذن السليمة. طبعا لأنه نحن هون عم نقوم بعملية الاختبار عن طريق العظمي، وأشرنا سابقا أنه في حال وجود صمم توصيلي فإن النقل العظمي يكون أفضل من النقل الهوائي، أما الأذن السليمة فيكون فيها النقل الهوائي أطول وأفضل من النقل العظمي. لنشاهد الآن كيفية إجراء هذه الاختبارات ريني وويبر على المفحوص. لنبدأ أولا باختبار ريني. طبعا يتطلب منا دائما طرق الشوكة الرنانة بجزء صلب طاولة أو كرسي أو إلى ما هنالك، ومن ثم وضع الشوكة على العظم، نتوء العظم الصدغي الموجود خلف الأذن مباشرة، هذا نتوء العظم الصدغي. فسوف نضع الشوكة الرنانة في هذا المكان بعد طرقها ونسأل المفحوص إن كان يسمع الصوت. فإذا كان يسمع الصوت نقول له عندما يتوقف سماعك للصوت أعلمني، فيقوم بإعلامي، ثم سأقوم بتقريب الشوكة إلى الأذن لأعرف هل لديه الطريق العظمي أطول أم الطريق الهوائي أطول. لنبدأ الآن إذن في إجراء التجربة. إذن سنطرق الشوكة الرنانة بهذا الشكل ونضعها على نتوء العظم الصدغي. هل تسمع الصوت؟ أي نعم أسمع الصوت. عندما يغيب أعلمني. غاب الصوت. غاب الصوت الآن سأقرب الشوكة، هل تسمعه من جديد؟ أي نعم أسمع من جديد.
هو إذن لديه الطريق الهوائي أطول من الطريق العظمي، وبالتالي هذه الأذن سليمة، ليس لديه أي مشكلة لا بالأذن الخارجية ولا بالأذن الوسطى. الآن لنجري التجربة نفسها ولكن على الأذن اليسرى بنفس الطريقة. سنطرق الشوكة الرنانة، هل تسمع الصوت؟ نعم أسمع. هل تسمع الصوت من جديد؟ أسمع من جديد. إذن لديه هنا أيضا في الأذن اليسرى يسمع الصوت في الطريق الهوائي أطول من الطريق العظمي، وهذا يشير إلى أن كلا الأذنين لديه سليمتين. فلو كان لديه مثلا صمم توصيلي فإنه سيسمع في الطريق العظمي بشكل أفضل وأطول من الطريق الهوائي. أما كونه قد سمع بالطريق الهوائي بشكل أطول من الطريق العظمي، إذن الأذن سليمة. هذا بالنسبة للاختبار الأول. الآن فيما يتعلق بالاختبار الثاني وهو اختبار ويبر. اختبار ويبر يتم طرق الشوكة الرنانة ووضعها في وسط الرأس من الأعلى، ويطلب من المفحوص ذكر هل يسمع الصوت في كلا الأذنين بنفس الشدة. فإذا أجاب أنه يسمع صوت الشوكة بالأذنين بنفس الشدة، فهذا يعني أن الأذنين لديه سليمتين. ثم سنطلب منه إغلاق إحدى الأذنين لنسأله في أيهما يسمع الصوت بشكل أقوى. لنبدأ تجربة ويبر. هل تسمع الصوت بكلا الأذنين بنفس الشدة؟ يسمع بنفس الشدة كل الأذنين. طيب الآن أغلق الأذن اليمنى لو سمحت بإصبعي، وقل لي الآن بأي أذن تسمع بشكل أفضل؟ لدى المغلقة. في الأذن المغلقة تسمع بشكل أفضل. صحيح. طيب لنجرب الآن الأذن الأخرى، أغلق الأذن اليسرى. المغلقة. يسمع الصوت أفضل بالأذن المغلقة.